من فضلكم نستسمحكم زميلنا معز بن غربية تو يحب يتدخل معنا. مرحبا بك معز. مرحبا مريم، اهلا وسهلا، ومرحبا بك بكل الضيوف اللي معك. ليس من عادتي التدخل كلما تعلق الامر بتعليق حول برنامج من برامج قناه التونسيه، او بالتحديد برنامج قناه التاسعه، برنامج التاسعه مساء الذي اقدمه. لكن بلغني ان السيد عبد الرؤوف العيادي صرح بان الصحفيين منحطين، وهو يقصد على حسب فهمت بانه يقصد صحفي قناه التونسيه. وأنا صراحة أتأسف وأتألم أن يصدر هذا التصريح من نائب المجلس الوطني التأسيسي. فإما أنا أطلب من السيد عبد الرؤوف العيادي الذي أعرفه جيدا وسبق أن استضفته في برنامج التاسعة مساء أن يعتذر، أو أن يقر بأنه لم يشاهد الحصة أصلا، لأن حتى صحفي من صحفي التاسعة مساء، وأقصد السيد صلاح الدين جورشي، أو الصحفي الذي تكفل بالتقرير، أو أن أتحدث عن السيد عبد الرؤوف العيادي، إلا إذا كان يعتقد بأن المنحطين، وهنا الكلام للسيد عبد الرؤوف العيادي، هو من نقد تصرف السيد عبد الرؤوف العيادي بحضوره في هذه التظاهرة، وهم نواب زملاء للسيد عبد الرؤوف العيادي، سيد عصام الشابي، سيد سمير الطيب، وسيد مهدي بن غربية. وثلاثة نواب هذوما هما الذين نقدوا حضور السيد عبد الرؤوف العيادي في هذه التظاهرة. وأنا أطلب صراحة من السيد عبد الرؤوف العيادي الذي سبق أن استضفته في العديد من المرات، ومرتين بالتحديد في برنامج التاسعة مساء، أن يعتذر ليس فقط لصحفي قناة التونسية بل لكل الصحفيين، لأن وصف الصحفيين بالمنحطين لا يليق أن يصدر من عضو ونائب في المجلس الوطني التأسيسي.